غادي نفهم استراتيجيه وطنيه وفهم قوانين للتعديل وفهم مدونات للتعديل. اذا حنا محكومين بها بتنفيذها هذه الاتفاقيه وملزمين قانونيا بشان بعض الشروط التعاقديه مع كل الشركاء ومنهم هذه الشركه تازياست. وبالتالي هذا الاتفاق للتسويه فارضو من مبرراته تنفيذ مقتضيات مدونه المعادن الموجوده. المبرر الثاني هو على فهم تعاقد مسبق مع تازياست الاولى، تعاقد يتعلق بالاستغلال مع تازياست الاولى اللي هي تي ام اس ال اس ا، وفهم مبرر تعاقد يتعلق فيما يتعلق بتازياست الجنوبيه يتعلق بالاستكشاف. وهون نختار نقول اللي اكد علينا اللي قال راكاتيها على هاي العقود الشركات اللي متخصصه بالمعادن على انها لين تعود عندها رخصه استكشاف وتجبر وتلتزم بكافه دفتر الشروط، التزامات اللي بدفتر الشروط يعود وجوبا عندها الحق تتحول رخصه الاستكشاف الى رخصه استغلال. هذا اكسبريسي فيربي منصوص في القانون. وبالتالي الى جبر التازيازد الاولى تازيازد الجنوبيه راهو هذا لا موافق للقانون وتطبيق حرفي للقانون. المبرر الثالث هو على فهم خطر اللجوء، ايضا خطر اللجوء الى التحكيم والتقاضي. لان يعني عاده هذا النوع من الاستثمارات على انه استثمارات جبانه جدا، وقاع الاستثمار يقول لك راس المال جبان كله. يقال هذا النوع من الاستثمارات في المعادن نتيجه لحجم الخطر الكبير فيها حساس وجبان جدا، مقابل مستوى من الجبن غير محدود.